فيما يخص المقارنة بين حركة خدمة والإخوان المسلمين، يمكن أن نقول هناك تقاطع في بعض النقاط، ولكن هناك فروقات كثيرة. لذلك أقول بشكل واضح أن الحركة لا تريد أن تصبح حركة سياسية أيضا في المستقبل البعيد، لا تريد ذلك. يعني جولان يقول الشيطان والسياسة توأمان، وبالتالي يجب الابتعاد عنهما. هذا أمر مهم جدا لحركة خدمة. إذن في المستقبل لن يكون هناك تسييس لهذه الحركة. إلى سؤال حول الهيكلية والاتهام بأنها منظمة سرية، طائفة سرية. بالنسبة للبنية والهيكلية، هذه الحركة تفهم بشكل خاطئ. هي تؤكد على المواقع المختلفة، على الأقاليم، تركز على